الأزمة الاقتصادية ما زالت متواجدة وما زالت تتفاقم، ولم يتم علاجها أو تدارك نتائجها الوخيمة وآثارها بحيث يمكن السيطرة عليها وتجنب ما يمكن أن تحدثه من المزيد من الخسائر في الدول التي تعصف بها، وهي غالبا معظم دول العالم. فهنا هناك تدابير يجب أن تتخذ لذلك، إن لم تكن معروفة فلابد أن يكون هناك مراكز أبحاث اقتصادية مالية تنظر كيف يمكن الوضع أفضل معالجة لها والحل المرجو والخروج منها وعدم انتظار المزيد من مما قد يحدث من نتائج سلبية ومساوئ تحدث كوارث في العالم.